لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. معكم نور الدين بوسبع، دكتور صيدلي. نحن الآن نتواجد في مقر من مقرات اسكا ميديكال بمدينة القنيطرة. هذه الشركة هذه هي موجودة في القنيطرة، ولكن الأصل ديالها لو سياج المقر الاجتماعي ديالها موجود في سيدي قاسم. وكان علاش جينا القنيطرة؟ التطور اللي تتعرفوا هذه المدينة والازدهار والنمو الذي يسير بوتيرة كبيرة. أنا جيت باش ندلي بالشهادة ديالي اللي سوف أدين الله بها. هاد المدينة منين جيتها؟ كنت في مدينة مكناس، وأنا زرت بزاف ديال المدن، ماشي زرتهم، سكنت بزاف ديال المدن، ولكن منين جيت وهي في هي تتزدهر. تتزدهر بواحد الوتيرة كبيرة. وشجعت، أنا عندي بنتي فرماسي، أنا عاد تخرجت نصحتها باش تحل هنايا، غادي تحل هنايا، غادي تحل إن شاء الله في شاطئ المهدية. كان ذلك واحد الدكتور صيدلي، الدكتور في الطب، الدكتور الفلالي، عنده مصحة في فاس، حتى هو شجعته، هو دابا راه تيجي تيخدم هنايا، تيدير تيبني تيستثمر هنا في قنيطرة. إذن قنيطرة عرفت واحد الازدهار كبير على مستوى الطرقات وعلى مستوى الشوارع، دايور ها انت تشوف هي المحطة ديال القطار كي ولات، وعلى على مستوى المنشآت الصناعية بحال عندنا ولاد بورحمة، وتعرف واحد الازدهار كبير، واحد النمو لا مثيل له. مدينة قنيطرة بهذا الازدهار اللي تعرفوا، وهذا النمو وهذا التطور تيخولها باش يجيو لها المستثمرين، وبالفعل راه جاوا مستثمرين كثر. داير هذه المنطقه ديال الطريق ديال سيدي يحيى كلها الحمد لله جايين فيها المستثمرين. حنا هاد القطار تحط في السكه وخصنا يوصل للنهايه ديالو، نهايه الازدهار والنمو والتطور. هادشي باش نحثكم باش خصنا نوصلوا لهاد المحطه الاخيره ديال الازدهار اللي قام بها الطاقم المنتخب ديال عزيز الربح. محطة ديال القطار، ها المركب السياحي، ها الطرقات. دابا هي ديك القنطرة كانت عندنا فيها مشكلة تتمشي للمستشفى الإقليمي، هذاك الطريق ديك القنطرة ولا القنطرة الأخرى اللي جاية من الرباط. زعما هاد القناطر اللي تصوبوا الطرقان، والطريق اللي غادا دابا للسكنية حتى هي دارت فيها الدوبل فوا. إذن المستوى اللي وصلت له مدينة قنيطرة فهو ترجع الله بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم لها الطاقم حتى كذلك الطاقم الأمني اللي حصلت عليه القنيطرة، وكذلك لهذه العدالة والتنمية. إحنا كمواطن تحققت في هذه المدينة هذه تقريبا واحد 6 ولا 7 سنين، ولكن من ذيك الوقت لدابا وقع شي تغيير كبير، وقع نمو كبير على مستوى الشوارع اللي وسعوا. مثلا غادي تشوف مثلا الطريق اللي غادا للجامعه، والطرقه اللي غادا مثلا المحطه لا كار فيروفيير، او من ناحيه البنيه التحتيه، او لا من ناحيه ديال الصناعه. مثلا عندنا الكابلاج، هناك تطور كبير في جميع المجالات. هذا الشيء كله تيرجع للفضل الله سبحانه وتعالى، ثم عزيز الباه اللي قدر يوصل هذه المدينه لهذا المستوى اللي هي فيه. انت نتمنى هذه المسيره تستمر، وكمواطن قنيطري تنطلب من الناس كذلك يضافروا، يديروا يديهم في يد هذه النخبه باش تتوصل للمحطه اللي غادي نحن ليها ان شاء الله بحول الله. أصبحت القنيطرة تضاهي كبريات المدن الصناعية كالدار البيضاء ومدينة طنجة. المهم قنيطرة عرفت واحد الاستقرار، واحد النمو اللي خلات رئيس المجلس البلدي يجبد المستثمرين، بحال مثلا في هذه الشركات السيارات العالمية أو على وجه الخصوص الفرنسية بحال بيجو، سيتروين، رونو،
وهناك استثمارات كذلك في الكابلاج وفي مجالات كثيره.